بيتكلم عن شخصية ست طموحة قوي، والطموح بتاعها بيوديها بداهية، كل ما تعمل حاجة تعمل يحصل لها مشكلة أكبر، وده بيقول إن إحنا بيخلي طموحنا في المعقول عشان ما نتورطش في مشاكل. ده كده ببساطة فيلم بسيط مفهوش. بعد نجاح أنا الملكة في رمضان، بعد نجاح أنا الملكة في رمضان. ايه يعني بعديها الفيلم ان شاء الله. اللي شدك السيناريو على السنه، اللي شدك السيناريو على السنه. انا كل اللي هاملني ان انا كل الافلام اللي اتعرضت عليا بعد كده كلها قريبه من صفصف، ننزل شويه قريب من صفصف. ده الفيلم اللي كان مختلف عن صفصف، فانا حاولت يعني قلت اوكي. اول مره اشتغل مع سامح عبد العزيز، اول مره باسم السمره، ناس كتير اول مره اشتغل معاهم، فكنت سعيده. طب كلميني عن التعاون مع باسم سمره، وفي علاقه غراميه بينكم في البرومو؟ اتبسطت قوي، اتبسطت قوي في الشغل مع باسم سمره، واكيد هيبقى في شغل تاني معاه. حلو، كله يشتغل، الستات والرجاله والشباب والجيل بتاعي والجيل الاكبر، لازم تبقى اللي عندك صينيه مليانه، لكن يبقى شباب بس او رجاله بس او لا، مش حلو، لازم يبقى عندك فرايتي. جديد في رمضان، الجديد في رمضان مفيش. انا طب ايه كان سر غيابك 7 سنين عن السينما؟ لان مفيش حاجه حلوه. انا شايفه انه في فرايتي، ودي حاجه كويسه صحيه للسينما. العمل مع سامح عبد العزيز أو أول مرة اشتغل معايا وساعدته، وأنا قبلت الفيلم عشان سامح عبد العزيز. الفيلم الملكة ليه علاقة بملكة صفصف في جعفر العمدة؟ ملوش علاقة خالص، غير إنه هي شخصية برضو بادية من الصفر، وبتحاول إنها تنجح، فبتوقع نفسها في مشاكل كتير، ملوش علاقة بالاسم. كان في تمساح قاعد جنبي وانا بمثل، بس يعني ده كفايه، ده تمساح حقيقي. نعم، لما تخش تعرف. لا لا ما فيش، هو الناس بيفتكروا لما نعمل فيلم كوميدي ان احنا قاعدين في الكواليس مسخسخين وبنعمل مقالب في بعض، لا بالعكس احنا بنبقى مركزين، ما فيش مجال للهزار او الضحك. هل ممكن نشوف حاجه في رمضان؟ لا ما فيش.